إذا كان الإنسان يؤدي الصلاة فهل له أن يستمع إلى الإذاعة مثلا؟ لا، المصلي يجب عليه أن يقبل على صلاته ولا يستمع إلا لقراءة الإمام، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: نزلت هذه الآية في الصلاة. فإذا المصلي لا يستمع إلا لقراءة إمامه ولا يستمع لقارئ آخر أو يستمع للإذاعة أو غير ذلك، لأن هذا يشغله عن صلاته. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.